بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اليوم من أيام هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا فيه لما بقي من أيامه ولياليه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن الفائزين بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أحبتي في كلامنا عن قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القصص وهذه السير لأولئك النفر الأخيار الأبرار الذين لا يمل الإنسان من سماع قصصهم ومن النظر في سير حياتهم، ففيها العبر والفوائد الجمة التي يستفيد منها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا في الدروس الماضية بحمد الله عز وجل من قصة أو سيرة الصديق الأكبر، وهذه الكلمة فيها شيء من التجوز، بل تجوز كبير، عندما أقول انتهينا من سيرة أبي بكر في حقيقة الأمر لا يتسع المقام ولا الدروس الطويلة الكثيرة والمحاضرات المتواصلة لأن يلم الإنسان بسيرة هذا الإمام الكبير، ولكن يعني من باب التجوز أقول والتساهل في العبارة نقول انتهينا من سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم من عمر، واليوم معنا رجل عظيم من رجالات الإسلام ومن بناة دولة الإسلام. هذا الرجل يجهل سيرته كثير من المسلمين والمسلمات، لا يعرفون جوانب كثيرة من سيرته، وربما يعني يعرفون السمة العامة لهذا الصحابي الجليل الذي معنا في هذا اللقاء، وهي الإنفاق في سبيل الله، وكان من المكثرين في الإنفاق في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذو النورين أبو عبد الله أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان. رجل تستحي منه ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، رجل له منقبة ما جمعها الله تبارك وتعالى لأحد من الأولين والآخرين، ألا وهي أنه هو الرجل الوحيد الذي أغلق بابه على ابنتين لنبي واحد. ما علمنا إخواني وفوق كل ذي علم عليم كما نص العلماء في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ الأمة بل في تاريخ البشرية، أنه يوجد رجل قد أرخى ستره وأغلق بابه وتزوج بابنتين لنبي إلا ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك سمي بذو النورين، وتزوج برقية رضي الله عنها كما سنذكر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندما توفاها الله تبارك وتعالى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها بأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، فلما توفاها الله تبارك وتعالى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو عندي ثالثة لزوجتك إياها رضي الله عن عثمان. فمن هو عثمان بن عفان؟ هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني عبد مناف، يلتقي معه في بني عبد مناف، وله أربعة أولاد كما هو معلوم. عبد مناف له أربعة أولاد، له عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه يعود نسبه إلى عبد شمس، وعبد شمس هو أخو هاشم الذي ينحدر منه النبي صلى الله عليه وسلم،
فهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع بني أمية، الدولة الأموية العظيمة هذه التي قامت، دع عنك كلام المشغبين، كلام الجهلة الضلال الذين لا يعرفون شيئا عندما يشغبون على دولة بني أمية، دولة عظيمة بدأت في سنة 40 للهجرة بتأسيس معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين، وسقطت لم تخن الذاكرة في سنة 32، يعني 132، وبدأت في سنة 40، يعني عاشت تقريبا دولة الأموية 90، لكنها 90 ذهبية سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملك ورحمة. قال: الخلافة بعدي 30، ولو حسبت الخلفاء الراشدين زمن خلافتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنها 30 بالتمام والكمال، 2.5 لأبي بكر، و10 لعمر، 12 لعثمان، 5 لعلي، هذه 39 و6. ثم عندما قتل علي رضي الله عنه كما سنذكر، بايع الناس ابنه الحسن بن علي، فحكم 6 فقط، ثم تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، وجمع الله به كلمة المسلمين، فسمي هذا العام بعام الجماعة، وصدقت فيه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الحسن، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فكان ذلك. إذن الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم 30 كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يكون ملك ورحمة. فكان الملك في بني أمية، دولة عظيمة، وبنو أمية قادة عظام، سبحان، يعني من جمع لهم هذه المزية. ولذلك أبو جعفر المنصور، وهو من خلفاء بني العباس، هذا الرجل الداهية، قال يوما لأحد جلسائه، قال: من صقر قريش؟ فهذا يبي جاملة، طبعا يبي جاملة الخليفة، قال: أمير المؤمنين أنت، يعني صقر قريش، لأن أبو جعفر المنصور يعود إلى من؟ دولة العباسية، العباس، أما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، بل صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل. رجل واحد من بني أمية عندما سقطت الدولة الأموية وقامت على أطلالها الدولة العباسية، وفتك العباسيون بالأمويين كما تعلمون في التاريخ، فر الأمويون، فروا، فكان من جملة الفارين عبد الرحمن الداخل. إلى أين فر؟ إلى الأندلس، واستطاع لوحده أن يؤسس الدولة الأموية هناك. ذلك هم قادة عظام بنو أمية، أسماء رنانة، تكلم عثمان بن عفان، تكلم عمرو بن العاص، أبو سفيان، معاوية بن أبي سفيان، وناس قادة عظام. دع عنك التاريخ المزيف من قبل هؤلاء الضلال الذين يزيفون التاريخ وينتقون ما يوافق شهواتهم وأهواءهم، وإلا التاريخ كالشمس لا يستطيع الإنسان أن يحجب ضوء الشمس. فالمقصود أن بني أمية الذين يعود نسب أو نسل عثمان إليهم، فهو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، فهم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو أمية من بني عبد شمس، وعبد شمس أخو هاشم كما قلت لكم، حتى أن عندما وقع الخلاف كما سنذكر في صفين، في المعركة الشهيرة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان في مجلس معاوية في الشام رجل انتقص عليا، فنهره معاوية رضي الله عنه وأرضاه، نهاه أن ينتقص من علي، فنقلت هذه الحادثة إلى علي بن أبي طالب، فقال علي للذي نقل له، قال: أتدري ما الذي جعل معاوية
يدافع عني هذا الدفاع؟ يعني فضلا أنه يحبه ويرى أنه أخوه في الدين، قال من أجل المنافية. من أجل المنافية، ما المقصود منافية؟ أي أن علي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم الهاشميون يلتقون مع الأمويين في عبد مناف، جدهم الأكبر عبد مناف، فهم أبناء عمومة وليس بينهم عداوة كما يصورها هؤلاء المبتدع الضلال. إذن هذا نسبه، نسب عريق شريف رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه وأرضاه أو قبل ذلك ولد بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا حييا متواضعا جوادا كريما تعلوه المهابة والخشية رضي الله عنه وأرضاه، وقد تحلى بمكارم الأخلاق حتى قبل إسلامه. من مكارمه رضي الله عنه وأرضاه عثمان الحيي أنه ما سجد لصنم قط، ومن مكارمه رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول عن نفسه وهو الصادق، يقول والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام. طيب في الإسلام يرحمك الله ورضي الله عنك لم تزني، هذا هو المتوقع بالمسلم ألا يرتكب هذه الفاحشة. طيب في الجاهلية ما الذي يمنعك أن تزني في الجاهلية؟ والزنا يعني أمر غير قبيح في زمانهم، وأنت صاحب أموال كثيرة وبطبيعة الحال الرجل يميل إلى المرأة، فما الذي يمنعك؟ حياؤه. كان رضي الله عنه وأرضاه إذا اغتسل كان ينطوي على نفسه من شدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. والحياء صفة عظيمة جليلة، ولذلك اتصف الرحمن بها، قاعدة عند العلماء، كل صفة كمال يتصف الرب تبارك وتعالى بها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكذلك الحديث الآخر إن الله يستحي أن يرد عبده صفر اليدين إذا رفع يديه إليه في الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحياء صفة كمال، ولذلك اتصف بها ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولكن الحياء، لننتبه، الحياء حياءان، حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح هو الذي يمنع صاحبه عن الإثم أو يمنعه من تقصيره في طاعة الله، هذا حياء ممدوح. أما الحياء المذموم العكس، الإنسان والعياذ بالله يجلس في مكان فيه منكرات، لماذا لا تنكر؟ يقول والله استحي، نقول حياء مذموم. شخص مثلا كما يقع من بعض المسلمين إذا سافروا، مثلا هذا مثال، إذا سافروا إلى دول الشرق والغرب، دول أوروبا مثلا وأمريكا، لا بد أن يصلي الآن، سيخرج وقت الصلاة الآن في المطار مثلا أو في حدائق عام، يقول والله استحي، شو يقولون عني الأوروبيين إذا صليت؟ استحي، أخجل. نقول قبح الله هذا الحياء، هذا حياء مذموم، هذا حياء يكون وبالا على صاحبه. لكن بشكل عام الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو اتصف في هذه الصفة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. قبل إسلامه وقعت له قصة جميلة رضي الله عنه وأرضاه، وبالمناسبة هو أخباره، يعني أخبار عثمان قبل الهجرة قليلة التي تناقلها أهل السير والتاريخ، قليلة نسبة إلى أخبار أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. لكن من إخباره أنه قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه كان يبحث عن زوجة، وكان يرغب رضي الله عنه وأرضاه في أن يتزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية. طبعا إلى الآن نبينا لم يبعث،
هذا قبل البعثة، ما في إسلام، ما في دعوة، إلى الآن الناس في جهل، ولكنه أراد أن يظفر بابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية لما سمع عنها من مكارم الأخلاق ولصيت وسمعة أبيها الصادق الأمير رضي الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه تأخر بعض الشيء في خطبتها، فتفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبت ابنته رقية، خطبها عتبة ابن أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الخبيث ابنه عتبة خطب رقية فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ندم عثمان رضي الله عنه وأرضاه على هذه الفرصة الفائتة أنه فاتته رقية. تمر الأيام سريعة، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت العداوة بينه وبين أقرب الناس له، ولم يكن من بني هاشم رجل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه الخبيث أبو لهب، يعاديه هو وزوجه هذه العجوز الشمطاء أم جميل، كانت تضع الشوك والأذى والقذر في طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات، تبت يدا أبي لهب وتب. عندما نزلت هذه الآيات وهذه السورة، سورة المسد، غضب أبو لهب وغضبت زوجته هذه العجوز الشمطاء أم جميل، غضبت. فنكاية وإضرارا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبو لهب وأم جميل، طلب من ابنهما عتبة أن يطلق رقية نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها. فجاءت الأخبار إلى عثمان أن الفرصة أصبحت الآن مواتية، طلقها هذا عتبة. فما أن انتهت عدتها إلا وخطبها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزفتها أمها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى كان هذا الزواج زواجا مميزا بين عثمان هذا الرجل الوضيء الحسيب النسيب ذا الأخلاق الفاضلة من هذه المرأة الحسيبة النسيبة الكريمة من سليلة هذا البيت الكريم، أمها سيد ولد آدم، أبوها سيد ولد آدم، وأمها من النساء الكمل، خديجة رضي الله عنها المبشرة بالسلام من ربها تبارك وتعالى، فما بالك بهذا النسل المبارك. ولذلك قال القائل: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. هذا مما كان يتغنى به الإنسان أو الناس في زمانهم. بعدما تزوجت رقية رضي الله تعالى عنها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر لنا من بعض المواقف الآن، كان يعامل عثمان معاملة خاصة. نعم، هو أبو بكر مقدم على عثمان، عمر مقدم على عثمان، هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن كان كلامه صلى الله عليه وسلم لعثمان وسمته مع عثمان وهديه مع عثمان يختلف عن جميع الصحابة، يختلف، يعامله معاملة خاصة لأنه رجل حي رقيق جدا، فكان صلى الله عليه وسلم يعامله بكل رفق وليل واحترام وتبجيل لهذا الرجل العظيم. منها مثلا ما رواه الهيثمي أو رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما على ابنته رقية وهي تغسل رأس عثمان، يعني قد أخرج رأسه وتغسله له، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء فقال لها: يا بنية، يخاطب ابنته، يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله، أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا،
رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذه الدرجة، كان يتعاهد ابنته ويوصيها ويشدد عليها في الوصية، وهي لم تقصر رضي الله عنها وأرضاها، لكن من باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجلاله وتقديره وإكرامه واحترامه لعثمان ذي النورين، يقول أحسن لأبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، سجاياه وأخلاقه وهديه وسمته ودله أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب للمسلمين المستضعفين المضطهدين أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا؟ ما سبب اختياره الحبشة؟ قال فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رضي الله عنه، لأنه أسلم. أصحمة ابن أبحر أو ابن أبجر، هذا الرجل العظيم أصحمة أسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يستطع أن يظهر إسلامه وأن يعارض ما عليه قومه من دين النصرانية والتثليث عبادة المسيح والعياذ بالله، حتى عندما توفاه الله عز وجل جاءه الخبر من السماء أن أصحمة ابن أبجر أو أبحر قد توفاه الله، مات هذا في المدينة. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه، قال قد توفي أصحمة أخوكم النجاشي، فخرج وصلى عليه صلاة الغائب، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فالمقصود أن رجل عادل فقال هاجروا للحبشة فروا بدينكم، فكان أول المهاجرين أول بيت هذا البيت المبارك، هذا البيت المبارك أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، هاجر إلى الحبشة فمكث فترة في الحبشة ثم اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مرة أخرى إلى مكة إلى حين أذن الله سبحانه وتعالى وتهيأ المقام لهما للمسلمين أعني بالمدينة النبوية، فهاجر المسلمون ومن ضمنهم هذا البيت المبارك عثمان وزوجه رقية رضي الله تعالى عنهما. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب تسميته بذي النورين أنه تزوج من ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج من رقية توفيت، زوجه من أم كلثوم توفيت، قال له صلى الله عليه وسلم لو عندي ثالثة لزوجتكها إياها. عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن هاجر شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جميع المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر. غزوة بدر لم يخرج عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا إخواني احفظوه، عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يخرج في غزوة بدر ليس لضعفه، ليس لخوفه، ليس لعدم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لم يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يبقى مع ابنته رقية، كانت رقية مريضة، من الذي يقوم على شؤونها وأمها قد توفيت كما تعلمون بمكة خديجة، فأمر عثمان أن يبقى معها ليمرضها، فقال سمعا وطاعة، فبقي عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما انتهى من غزوة بدر وانتصر المسلمون في هذا اليوم العظيم يوم الفرقان وغنموا الغنائم الكثيرة، ضرب لعثمان بسهم من الغنائم، وتعلمون أن الغنائم لا تكون لا لمن؟ للمجاهدين للغزاة في سبيل الله، فضرب له بسهم كأنه حضر معهم الغزو، لأنه كان يريد أن يحضر ولكن هو تخلف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر منتصرا تفاجأ بالخبر أن رقية قد توفاها الله تبارك وتعالى زوج عثمان، فزوجه أم كلثوم كما مر معنا. شهد عثمان كما أسلفت جميع المشاهد سوى هذه الغزوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له.
من مواقفه الخالدة ومواقفه كلها خالدة رضي الله عنه وأرضاه، مواقفه الشهيرة في السيرة، ما جرى منه في غزوة تبوك. غزوة تبوك كما تعلمون أحبتي كان المال قليلا، كان الظهر قليلا، يعني الإبل والفرس ما يركبه الراكب كان قليلا، مع أن المسافة كانت بعيدة، أبعد مسافة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، مسيرة شهر، حتى قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، قالوا المقصود بهذه الجملة غزوة تبوك، لأنها أبعد مسافة مشى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة لم يخرج إليه كما تعلمون الروم، فإن الله تبارك وتعالى قذف الرعب في قلوبهم فرجعوا إلى ديارهم وجبنوا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جربوا المسلمين قبلها بسنة تقريبا في معركة مؤتة، هم خرجوا بمئتي ألف مقاتل والمسلمون بثلاثة آلاف مقاتل، ما في نسبة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم القادة الثلاثة كما تعلمون زيد وابن رواحة وجعفر، ثم أخذها خالد كما تعلمون، خرج إليهم في العام الذي يليه في غزوة تبوك ليؤدبهم بعشرة آلاف مقاتل. فالروم أخذوا يعني يجعلون موازنة، قالوا الآن إحنا قبل كم شهر في معركة مؤتة ونبيهم ليس معهم وهم ثلاثة آلاف وفعلوا بنا الأفاعي، الآن نبيهم معهم وعشرة آلاف، قذف الله الرعب في قلوبهم. فهذه الغزوة التي سماها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وبعدت عليهم الشقة، مسافة بعيدة، فكان الظهر قليلا، المال قليل، شمس قيض حر في الصيف وقعت هذه، حتى قال المنافقون وقالوا لا تنفروا في الحر، قال أحد المنافقين، فرد عليه القرآن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يعني أنت أيها الخبل يا المجنون الضال المنحرف لو كان عندك عقل لما قلت بأن لا تنفروا في الحر، وأي مقارنة بين حر الدنيا وحر جهنم، أعوذ بالله من جهنم الذي يزيد على حر النار بسبعين ضعفا، ولكنه منافق. المهم كان الأمر متعسرا كما نقول بالتعبير المعاصر، تعسرت الولادة قيصرية، جيش يريد أن يجهز ما في مال، ما في فلوس، ما في ظهر يركب، نادى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تبرعوا، فجادوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كل بما يستطيع، كل بما يستطيع، حتى إن بعضهم يأتي بتمرات يسيرة هذا اللي عنده ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن تسابق في هذا الميدان، بل كان من المقدمين الفائزين، عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تصدق بعشرة آلاف دينار. واحد يقول شوية، عشرة آلاف دينار شوية؟ طبعا عندما نقول دينار يعني دينار ذهب، عندما تقرأ في كتب الفقه القديمة يقولون دينار يعنون الذهب، عندما يقولون درهم يعنون فضة. فلو أردنا أن نحسب الدينار تقريبا خمس جرامات تقريبا أو أربع جرامات الدينار الواحد، كم الجرام الآن جماعة معاي؟ كم الجرام الآن؟ خمس دنانير تقريبا، خمسة، يعني الدينار تقريبا الدينار ذهب يعادل عشرين دينار، لأن الجرام بخمسة وهو أربع جرامات، خمسة بأربعة عشرين، وياي براشد خليك صاحي أنت ما شاء الله محاسبة. طيب إذا عشرة آلاف أضربها في عشرين كم؟ كم؟ مئتين ألف، مئتين ألف، يعني تصدق كذي طقة واحدة بما يعادل مئتي ألف دينار، طقة واحدة كذي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الذهب وأخذ يقلبه بين يديه، وقد تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم
وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد، كره ثلاثا. في رواية أخرى قال له: يغفر الله لك يا عثمان، يغفر الله لك يا عثمان، يغفر الله لك يا عثمان. إذن ليس هذا فقط، بل تصدق رضي الله عنه وأرضاه بتسعمائة وأربعين بعيرا جاهز، يعني فول أوبشن، يأتي المقاتل يشقح عليه ويروح على طول، ما يحتاج إلى تضبيط ولا أبدا. 940 بعيرا مجهزة، ثم أكملها ب60 فرسا مجهزة، فأتمم تمام 1000 رضي الله عنه ورد بجانب 10,000 دينار في سبيل الله. إذن غزا المسلمون، يقول العلماء الآن هذا المال المستخدم 10,000 دينار و1000 ركاب بين بعير وفرس، ذهب المسلمون وعادوا سالمين غانمين لهم، ما حاربوا، قذف الله الربع في الروم ورجعوا، رجعوا بهذا المال. ما جاء عثمان قال: يا رسول الله طيب خلاص ما استخدمتهم ردوهم لي، يعني ما استعملوهم، يعني رجعت سالمة، لا، إنما جعلها في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يطالب من ذلك شيء رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا موقفه العظيم في تجهيز جيش العسرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بئر رومة، هذا البئر جف أو يعني قلت ماؤها، فوقع الناس في شيء من الشدة والضنك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام، قال كما أخرجه الإمام البخاري معلقا وهو صحيح لشواهده، قال: من حفر رومة فله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أراضي يوزعها ولا بيوت يعطيها ولا أسهم يوزعها المواطنين، لا، جنة على طول، من يفعل كذا له الجنة، من يقول كذا يكون رفيقي في الجنة، هكذا دائما يرفع همة أصحابه أن يطلبوا ما عند الله تبارك وتعالى. ذلك تجاوزت همم الصحابة رضي الله عنهم هذه الدنيا الفانية الحقيرة، دائما عينهم على الجنة، أسئلتهم ما الأمر الذي يقربهم من الجنة ويبعد عنها دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم هذا الأمر. فهنا مثال، يقول: من حفر بئر رومة وله الجنة. قام عثمان على طول رضي الله عنه وأرضاه، اشتراها، مو بس حفرها، اشتراها، ثم وسعها وأجراها معينا صافيا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه في كل جمعة، يعني في كل أسبوع، في كل جمعة يبحث عن العبيد والإماء المماليك ويشتريهم ويعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا أجر عظيم، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يعتق الإنسان عباد الله تبارك وتعالى. طبعا من مناقبه الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما في حديث العشرة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في أكثر من حديث، منها حديث المعروف في جبل أحد عندما رقى جبل أحد واهتز الجبل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أبو بكر أو شهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، قلنا مرارا الحائط يعني بستان، قال: وأمرني، أمر أبا موسى بحفظ باب الحائط، قال لي: وقف انت بواب على الحائط على البستان، لحد يدش، لا تأذن لأحد حتى تستأذني. فجاء رجل يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بوحي، قال له: ائذن له، ائذن لهذا الداخل، ائذن له وبشره بالجنة. فكان الداخل أبو بكر، فدخل وجلس،
ثم جاء رجل يستأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، فكان الداخل عمر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت هنيهة، سكت هنيهة يعني سكت لحظة يسيرة، يعني كل مرة جاء الأول قال فلان يستأذن قال إذن له بشر في الجنة على طول، الثاني يستأذن إذن له بشر في الجنة على طول، الثالث يستأذن سكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فكان الداخل عثمان رضي الله عنه أرضاه. وسنذكر إن شاء الله تعالى البلوى التي أصابته. من حيائه رضي الله عنه وأرضاه ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا، يعني مضطجع يعني جالس على كتر كما نقول بالعامية، مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني حال الرجل في بيته مع زوجه يكون مرتاح نوعا ما، فاستأذن أبو بكر أن يدخل عليه فأذن له، قال تفضل، وهو على تفضل طبعا مني مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له وهو على تلك الحال، يعني وهو جالس مضطجع وكشف عن ساقي لم يغير شيئا، فتحدث سولف مع أبي بكر، ثم استأذن عمر فأذن له قال ليدخل، وهو كذلك على تلك الحال مضطجع ورافع ثيابه عن ساقي عليه الصلاة والسلام، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عندما أقول لك كان يتعامل مع عثمان غير في سمته في تعامله في هديه في كلامه، مع عثمان غير، يختلف عثمان، وإن كان أبا بكر وعمر أفضل من عثمان لا شك، لكن لكل ما يناسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل صحابي بما يناسبه. فعندما استأذن عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعدل ثيابه، فقالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث عثمان معه، فلما خرج قالت عائشة، استغربت عائشة من هذا المنظر، يعني ايش معنى عثمان اللي تعدلت وتغطيته، قالت دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا أخرجه الإمام مسلم. في حديث آخر في رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان، تعدلت نزلت ثيابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. وهذا رواه مسلم وأحمد، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أستحي من هذا الرجل، ثانيا هو رجل بطبيعته حيي يستحي، فخشيت أنه قد يكون أتاني لحاجة يريدها، فإذا رآني جالس بهذه الهيئة التي يعني فيها شيء من التساهل ربما ينصرف على طول، فأردت أن لا يستحي ولا يستنكف من الجلوس معي، فجلست هذه الجلسة لأنه رجل يستحق أن يستحيا منه، فإن ملائكة الله تستحي منه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من أعبد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أوثر عن عثمان بالسند الصحيح، ثبت عنه بالسند الصحيح أنه كان يختم القرآن كاملا في كل ليلة. وأذكر كلاما لأهل العلم أنهم قالوا لم يؤثر عن أحد من المسلمين فيما يعلمون أنه كان يختم القرآن في ليلة إلا أربعة، عثمان بن عفان وتميم بن أوس الداري أبو رقية الصحابي الجليل، وأبو حنيفة
وأنسيت الرابع. لا لا مو الإمام الشافعي أنسيت، إن شاء الله يأتي بإذن الله. المهم أربعة الذين أثر عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في قيام الليل في كل ليلة يختمون القرآن، منهم بل على رأسهم ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عبد الله بن مسعود وأنعم وأكرم بعبد الله بن مسعود، ستأتينا إن شاء الله تعالى سيرته العطيرة، هذا الصحابي الجليل القصير النحيف الذي قال عنه عمر بن الخطاب كنيف ملئ علما، يعني إناء صغير لكن كل علم، أعلم عباد الله أو من أعلم عباد الله بكتاب الله عز وجل. قال في قول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان يختم القرآن في قيام الليل، بل أثر عنه عثمان أنه ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة. اسمع ما يقوله عبد الرحمن بن عثمان التيمي، يقول قلت هذا أحد التابعين قال قلت لأغلبن الليلة على المقام في مكة، فسبقت إليه، فبينما أنا قائم أصلي، هذا عبد الرحمن بن عثمان التيمي أحد الصالحين يصلي خلف المقام في الليل قيام الليل، إذ وضع رجل يده على ظهري فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رحمة الله عليه رضي الله عنه وهو خليفة، فتنحيت عنه إكراما له لخليفة لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إكرام له، وخرت عنه حتى يصلي هو خلف المقام. قال فتنحيت عنه فقام يصلي فما برح أو برح قائما، يعني فلم يزل قائما حتى فرغ من القرآن كله في ركعة لم يزد عليها، يعني قال الله أكبر افتتح الفاتحة فلم يزل يقرأ القرآن الكريم إلى أن بلغ سورة الناس في ركعة واحدة. قال فلما انصرفت قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، يعني ما كملت قيام الليل، فقال عثمان أجل هي وتري، يعني أوتر بركعة واحدة القرآن كله رضي الله عنه وأرضاه. من يداني عثمان في عبادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك له كلمة جميلة عثمان ذو النورين، كلمة رائعة جدا. السلف إخواني كلامهم قليل ونفعه كثير، لهم جمل مختصرة لكنها عظيمة. يقول رحمة رضي الله عنه قال لو شبعت، قال لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. شوف الكلام الجميل، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. ليش الآن كثير من المسلمين ما يقرأ القرآن؟ ليش؟ القلوب خربانة، هذه المشكلة. ولذلك بعضهم يقرأ الجريدة ساعة الأربع ما عنده مشكلة، يشوف برنامج رياضي ساعتين ما عنده مشكلة، فرحان مستانس ما يضيق خلقه، لكن لو مسك المصحف آيتين بدأ يثاوب يمل ويحط المصحف وسكره ويقوم. ليش؟ القلوب ليست سليمة. هنا يقول هذا الطبيب الفاحص الدقيق عثمان، يقول لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. كيف يشبع الإنسان من كلام الله عز وجل؟ بعض الصالحين يقول له صاحبه تعالى لنتسامر، السمر يحبون الناس، سوالف والعلوم والدردشة والضحك والمواقف، وساعة وساعتين وثلاث وأربع وخمس. قال تسامر، قال أنا جليسي كتاب الله عز وجل، هو الذي أسمر معه، في خبر الأولين والآخرين، في خبر معادكم ومنتهاكم، فيه المواعظ والعبر، فلماذا أرغب عنه بديلا؟ لكن الإشكالية وين؟ في القلوب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. موقف أخير لننتقل إلى خبر وفاته رضي الله عنه وأرضاه ونختم بذلك. هذا الموقف يبين مدى حرص عثمان رضي الله تعالى عنه على الإنفاق في سبيل الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال: قحط الناس في زمان أبي بكر، أصابهم القحط، حاشم الجوع والعطش، فقال الخليفة أبو بكر لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. يقول أنا متفائل بفرج الله قريب، غدا إن شاء الله تعالى سيفرج عنكم. فلما كان صباح الغد قدمت قافلة لعثمان، كان تاجر عثمان، تاجر ونعم المال الصالح للرجل الصالح. قال: فلما كان صباح الغد قدمت قافلة لعثمان، قافلة تجارة، فغدا عليها التجار، جاء تجار المدينة كل واحد بيشتري من 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 قافلة عثمان حتى يبيع ويشتري يربح. فخرج إليهم عثمان وعليه ملاءة، عليه مثل عباءة مثل بشت، قد خالف بين طرفيها على عاتقه. وسألوه التجار، طلبوا من عثمان أن يبيعهم قافلته ليربحوا فيها. فسألهم عثمان قال: كم تربحونني؟ كم تعطوني ربح يعني؟ إيش كثر؟ قالوا: العشرة اثني عشر، يعني الشيء اللي شاري بعشرة ناخذ منك باثنى عشر، يعني ربح كم؟ 20% تقريبا. قالوا: العشرة اثني عشر. قال: قد زادني، في واحد ثاني أعطاني أكثر. قالوا: العشرة بخمسة عشر، يعني الشيء اللي شارب عشرة نشتري منك بخمسة عشر. قال: قد زادني أكثر. قالوا: ومن الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ من غيرنا يعني؟ فقال: إنه الله. شوفوا الكلام الجميل، قال: إنه الله زادني بكل درهم عشرا، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: زادني بكل درهم عشرا، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي في هذه القافلة الآن، قال: إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن ولا حساب، جعلها لفقراء المدينة. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، نزر يسير نتث من سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه. جاءت خلافته، استمرت خلافته، قتل كما مر مع الدرس الماضي الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنة 23 من الهجرة، قتله الخبيث عليه لعنة الله أبو لؤلؤ المجوسي. وبالمناسبة ترى أبو لؤلؤ المجوسي له قبر في إيران الآن، في مشهد له قبر هناك، قبة يطوفون عليه الضلال، ويسمى بابا شجاع الدين، في علي بابا وفي علاء الدين، انت تجمع الثنتين بابا شجاع الدين، فيسمى بابا شجاع الدين، وله مزار كبير وله عيد سنوي يقام احتفالا بمقتل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، بدلا أن يحتفلوا بعيد ميلاد الفاروق، ولا نجيز الاحتفال بأي عيد ميلاد، لكن بدلا أن يحتفلوا بالفاروق وبخلافته الذي أخرجهم من عبادة نار المجوس وأطفأ نارهم وجعلهم يتجهون إلى الواحد الأحد الفرد الصمد، أخذوا يلعنونه ويجعلون مزارا لهذا الخبيث عليه لعنة الله ومن والاه أبو لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين. بايع الناس عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. احنا قلنا أن عندما قتل عمر قبل أن يموت جعل الخلافة في ستة، صح؟ قال: الخلافة في هؤلاء الستة النفر، من هم؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، بين قوسين مصاكة، كل واحد الرجل بمليار من هذه الأمة. فقال: الخلافة في هؤلاء، اختار منهم. مباشرة تنازل ثلاثة، جميع الصحابة من أبي بكر إلى أدنى صحابي لم يكن واحد منهم حريصا على الخلافة، وهذا مثال. ما تت يلا كل واحد حط المانشيتات وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت والزين عندي والشين حوالي، وبدأ يحرك مفاتيح انتخابية، لا 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 لا، بل كلهم تنازلوا أو غالبهم على طول. قال الزبير جعلت أمري لعلي بن أبي طالب، لأن هذا ولد عمته صفية عمة علي رضي الله عن الجميع، قال: أمري خلاص، أنت نزلت ونصيبي حق علي،
طلحة بن عبيد الله قال تنازلت لعثمان، سعد بن وقاص قال تنازلت لعبد الرحمن بن عوف. إذن تنازل ثلاثة وبقي ثلاثة، بقي من؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. أيضا عبد الرحمن بن عوف قال أنا تنازل، ما في حد يحرص على الخلافة لأنها يوم القيامة خزي وندامة، تنازل. فقال عبد الرحمن بن عوف في واحد فيكم يتنازل حق الثاني عن علي وعثمان؟ قال الإمام البخاري فسكت الشيخان، سكت علي وسكت عثمان. قال عبد الرحمن تخلون الأمر لي؟ قال هو لك. فخلاصة الكلام حتى ما نطول، استمر عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام، قال مات، وهذا من حرصه، هذا ما يلزمه، الذي يلزمه أن يستشير أهل الحل والعقد كبار الصحابة، لكن لحرصه ولأدائه لهذه الأمانة خشي أن يكون قصر في اختيار خليفة المسلمين فيحاسب، يقول مكثت ثلاثة أيام كما في مسند الإمام أحمد، ما تركت بيتا من بيوت المسلمين في المدينة إلا وطرقت عليه الباب واستشرتهم. من تبي؟ عمر عثمان ولا علي؟ قال فما وجدت أحدا يعدل بعثمان. يعني بالإجماع أن أهل المدينة يبون عثمان. فبويع عثمان رضي الله عنه وأرضاه بيعة ما عرف التاريخ مثلها، تجمع المدينة كلها بإرادتها أن تبايع شخصا لعثمان. استمرت خلافته 12 سنة، فتوحات وخيرات، خير وفير جدا في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، أخرجت الأرض بركاتها. كان رضي الله عنه وأرضاه حليما على الناس، حسنتها الكبرى جمع القرآن الكريم. احنا قلنا أن جمع القرآن مر بمراحل، منها كان في زمن أبي بكر الصديق جمعه على بعض الرقاع والعظام، ثم جعله في مصحف عند حفصة، وهناك مصاحف أخرى، عبد الله مسعود عنده مصحف، وغيرهم عندهم مصاحف كانوا يكتبونها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المصاحف ربما تختلط بشيء من كلام الصحابي، يعني تفسير له لأن كتابه له. المهم أن جاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان، فقال لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال له إن الناس في البلاد الجديدة التي فتحت من بلاد العجم وغيرها قد اختلفوا في القرآن الكريم في نطقهم وفي كلامهم، فربما أدخلوا شيئا منه وأخرجوا شيئا منه. فأمر عثمان زيد بن ثابت وآخران أن يجمعوا القرآن الكريم وأن يجعلوه على مصحف واحد يثبتوه، ثم نسخ من هذا المصحف نسخ متعددة وأمر بحرق النسخ الأخرى. هذه حسنته الكبرى، ولذلك يسمى الآن الرسم العثماني، هذا الرسم الآن في المصحف رسم عثماني، ولذلك تجد بعض الكلمات تكتب في يعني الكتابة العادية تختلف، هذا هو الرسم العثماني. ومن شروط قبول القراءة حتى تكون القراءة صحيحة أن توافق الرسم العثماني، إذا خالفت القراءة الرسم العثماني أو خالفت وجه من أوجه اللغة العربية أو لم يكن لها سند ثابت، ثلاث شروط لثبوت القراءة الصحيحة منها الرسم العثماني. فتلقت الأمة هذه الحسنة بالقبول، حسنة عثمان العظمى جمع القرآن وسد دابر الفتنة واللعب بكتاب الله عز وجل. الأخباث أعداء الصحابة وسبابة الصحابة يجعلون هذه مثلبة على عثمان، طعن في عثمان، يقول كيف، ويسمونه حراق المصاحف قبحهم الله. نعم هو حراق المصاحف، ولكنه حفظ الله به القرآن الكريم وحرق المصاحف أمام الملأ من الصحابة ولم ينكر منهم أحد كما قال علي بن أبي طالب. المهم أختم إخواني بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لحلمه ولينه بالناس تجاسر الناس عليه، فألفوا عليه بعض المطاعن، افتراء على عثمان،
وهذه المطاعن لا مجال لذكرها في هذه العجالة، من أراد أن يرجع إليها فأحسن من كتب فيها ابن العربي في كتابه العظيم، ارجعوا لهذا الكتاب العظيم القيم، وكتاب ترى ما هو كبير يعني يمكن 200 صفحة تقريبا، مجلد لطيف يعني، اسمه العواصم من القواصم، ارجعوا إليه لابن العربي، فقد ذكر المطاعن على عثمان وردها وفندها. وأيضا كتاب شيخنا حفظه الله شيخ عثمان الخميس حكم من التاريخ أيضا ذكر هذه المطاعن ورد عليها جلها، بل كل هذه المطاعن إما أن تكون كذب ما لها أساس من الصحة، أو يكون بدل أن تكون منقبة جعلوها مثلبة قلبوا الأمر، أو أن يكون شيء اجتهاد لعثمان، ليس لهم مطعن على عثمان. اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكتبوا الكتب المزيفة على الصحابة أن الصحابة لا يحبون عثمان، كتبوا الكتب على عائشة وكتبوا الكتب على علي وغيرهم من الصحابة، يزورون الكتب على الصحابة أنهم يستنجدون بالناس لينصروهم على عثمان، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالها عروة، قال أنت التي كتبت للناس أن يخرجوا على عثمان، قالت عائشة والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت نقطة سواد في بياض إلى أن جلست مجلسي هذا، كل الكتب افتراء وكذب عليهم الرسالة بعثوها. المهم جاء إلى عثمان في المدينة 6,000 جيش كبير، ليس فيهم صحابي طبعا، كلهم من هوج ورعاع الناس وسقط الناس والأعراب والسفهاء، 2,000 من مصر و2,000 من البصرة و2,000 من الكوفة، استطاع الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الخبيث الذي بذر بذرة الرفض والخبث في هذه الأمة، فأخرجت هذه الشجرة النتنة الخبيثة التي تعاني منها الأمة إلى يومنا هذا. جمع 6,000 أتوا المدينة، طبعا المدينة كانت خلية نحل، جيش يأتي وجيش يخرج من الغزاة، أتوها في مناسك الحج وأظهروا أنهم يريدون الحج وأنهم يعتمرون من ميقات المدينة، المدينة خالية ما فيها أحد، إما يكون جند في الثغور وإما أن يكون ناس ذهبوا للحج، ما في أحد، 6,000 يدخلونها مرة واحدة. فعندما دخلوا المدينة استحكموا في المدينة وضربوا الحصار على بيت عثمان وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة، أراد أن يتنازل عن الخلافة، فاستشار الصحابة ومنه عبد الله بن عمر فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فتكون سنة، ولا أرى، شوف الكلمة العظيمة، قال لا أرى أن تنزع قميصا قمصك الله إياه. فثبت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وآثر أن يضحي بدمه ومنع المسلمين أن يقاتلوا هذا الجيش لئلا تراق نقطة دم، فآثر أن يراق دمه ولا أن يقتل أحد من المسلمين. استمر الحصار حتى قام هؤلاء الخوارج الضلال تسوروا المحراب البيت على عثمان وقتلوه شهيدا سعيدا وهو يقرأ القرآن، وسقط دمه على قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فسقط رضي الله عنه شهيدا سعيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل في محرابه، قتل مظلوما من قبل هؤلاء الضلال الخوارج، وكان قتله رضي الله عنه وأرضاه في 35 من الهجرة. ثم بعد ذلك وقعت أحداث عظيمة أثرت في هذه الأمة تأثيرا كبيرا، فمعركة الجمل ومعركة صفين وخلافة علي بن طالب، هذا إن شاء الله تعالى ما سيكون حديثنا في اللقاء القادم كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.